مشاهدينا وين ما كنتوا، يسعد اوقاتكم جميعا. معكم انا نسرين ثابت ببرنامج بصمات على جدران المهجر، والذي يبث على الشبكة العربية الكندية من تورونتو. ببرنامجنا رح نستضيف شخصيات حطوا بصمتهم على هالجدار، وضيفتي اليوم اوديس نصار، اخصائية العلاج النفسي بالتنويم المغناطيسي. واهلا وسهلا اوديس. مرحبا نسرين، كيفك؟ هلا هلا اوديس. اول شيء بدي اياكي تعرفينا بنفسك. انا اسمي اوديس ناصر، وانا بعالج بالتنويم المغناطيسي. بعالج الناس لما عندهم مشاكل نفسيه بيجوا لي على المكتب، وبعمل لهم تنويم مغناطيسي عشان اساعدهم من اي حاله اللي مضايقهم. طيب ليش اخترتي هذا التخصص؟ كانت فوتي الصراحة، يعني أنا من طول عمري بحب أعالج الناس. كانت مشاكل الناس تيجي عندي دائما، كل أصحابي عندهم مشاكل بيجوا بيحكوني وبساعدهم. وبعدين قلت تعرفي شو، يمكن لأنه عندي هاي القوة يعني، فدخلت فيها وقلت خليني أتعلمها وأتخصص فيها أحسن لي، يعني أعمل منها مصاري بدل ما أعملها ببلاش. طيب سؤالي، هل مثل ما إحنا بنشوف إنه التنويم المغناطيسي بيكون نفس الأفلام ولا شيء ثاني احنا ما بنعرفه؟ زي الافلام قصدك شو يعني، اللي بينيموهم على المسرح؟ بالضبط. لا لا، ما في، هذا كله تخيلات، منه مزبوط. هو منه تنويم مغناطيسي زي ما الناس بتعرف. التنويم المغناطيسي يعتبر علاج، هي معناها انك انت مركز، ما لها دخل بالنوم ولا لها معنى انه واحد مسيطر عليك وبيعملك خروف او بيعملك شاشه. طيب شو أصل التنويم المغناطيسي على 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 هيك لكان؟ ما احنا بس العرب اللي بنسميه التنويم المغناطيسي، لأنه احنا أخذناه من اليونان والإغريقيين والفراعنة. هن كانوا زمان قبل 3000 سنة يفكروا إنه الإنسان كان ينام، وكان عندهم تمثل، كان عندهم محل بتروحي عليه على التمثل على أساس إنه عندك مرض نفسي، بيقولوا لك نام، ولما تنامي بيفسروا لك الحلم شو معناه وبيعالجوه.
بس اوكي لما تقدمت الدنيا والتاريخ لقدام شوي عرفنا انه الانسان منه نايم، الانسان بيكون مركز. البوذيين عرفوا بالعلم هذا انه هذا تركيز، بس احنا ماخذينها منهم كملناها على اساس انه تنويم مغناطيسي، بس هي ما يعني لها نوم ولا لها مغناطيس. أو يعني التنويم المغناطيسي ما له علاقة، بس مجرد إنه كانت ترجمة لمصطلح معين، بس ما له علاقة إنه تنويمه مغناطيسي، مجرد تسمية قصدك. ما هو التسمية اجت واحد بال 1700 كان اسمه مزمر، احنا بتعرفي كلمة مزمورايز اخذناها منه. هذا كان عالم، بس الاخ كان مفكر انه احنا عندنا مغناطيس جواتنا والحيوان عنده مغناطيس، فهو كان يجرب على الناس يقول لك بجيب مثلا هاي مغناطيس ويستعمل هيك، عشان هيك احنا بناخذها هيك، بتعرفي؟ فبيجيب لك الحيوان مثلا، بجيب الانسان وبعمل لهم هيك، وهو مفكر انه المغناطيس تبع الحيوان بيسحب المغناطيس تبعك، بيطلع الامراض النفسيه اللي فيه. فسماها انيمال ماجنتيزم، هي اسمها مصطلحي انيمال ماجنتيزم. فاحنا طيب ترجمناها من هديه التنويم المغناطيسي. حلو. بس ما لها دخل. سؤال تاني بدي أسألك، إنه في أكتر من شغلة اللي هي التنويم المغناطيسي وبين الحياتين إذا ترجمناها حرفيا، ونوع الحياة السابقة، فشو الفرق بيناتهم، وشو كل وحدة شو معناتها، يعني بطريقة مختصرة ارجعي اسالي السؤال مره ثانيه، ما فهمتك، إيه سوري. شو الفرق بين التنويم المغناطيسي والنوع الثاني اللي هو بين الحياتين، والنوع الثالث اللي هو تعدد الحياة الاشياء. السابقة، عفوا. الثلاثه بيعتبروا تنويم مغناطيسي، بس اللي هو شو بيصير؟ ما حسب شو المخ اللي جواكي، شو العقل الباطن اللي بيعطيكي. مثلا افرضي انت بتيجي لي على المكتب عندك مشكله، عندك خوف، تعرفيش من ايش الخوف. تمام. فانا لما اعمل لك مغناطيسي، شو التنويم المغناطيسي؟ معناها انه العقل الباطن بيفتح معك، والعقل الواعي كان بخف شوي، عشان ما بدي اياكي تركزي على العقل الباطني، هذا هو اللي بعمله. فالعقل الباطني بيعطيكي اسطوره ليش صار معك هذا الخوف، من وين اجى. فيا اما بيعطيكي صوره انه صارت معك بهاي الحياه، يا اما بيعطيكي صوره انه صارت معك من الحياه السابقه وجبتيها معك بالحياه هاي، يا اما صارت معك بالحياه الروحانيه. فهدول الثلاثه يعتبروا علاج. من وين اجت سبب المرض او الخوف او المشكله النفسيه اللي عندك؟ العقل الباطني اللي بقول لك يا اجت من الحياه الماضيه، يا الحياه هاي، يا الحياه الروحانيه. بالنسبة تمام. لي ما دخلني أنا من وين إجت، أنا بدي أعرف شو يعني الأصل، الزر أصل تبعها المشكل. الأصل. فهمت يس علي؟ يا فالعالم تمام. الباطن اللي بعطيكي مو أنا. أوكي طيب، رح مشاهدينا رح ناخذ فاصل صغير وبنرجع لكم بعد شوي. Follow me home. Wonder why my mind keeps on spinning. This is now living to me. What's all? Why am I like this? Something's always amiss. Can't put my finger on it, but it's there. Wait for it to subside. Put my mouth up high, waiting for the clear. Is it bad sometimes? I like it when I lose. مشاهدينا عدنا إليكم بعد الفاصل. أوديس، رح أسألك بأي عمر يفضل أو بتكون أفضل للعلاج بالتنويم المغناطيسي، على أي عمر؟
العمر ما بيختلف، هو المهم انه بيقدر الانسان يركز. لانه مثلا انا اشتغلت مع اطفال عمرهم 3 سنين ومشيت معهم، اذا الطفل او الانسان بيقدر يركز بتزبط معه. العمر مش المشكله، الحاله النفسيه اللي عندهم اللي بتاثر عليه. اذا انت ما بتقدر تركزي مثلا، اذا عندك سايكوس عندك بارانويا ما راح تزبط. اوكي فما دخل بالعمر بهالشغله هاي. طيب سؤال ثاني، هل التنويم المغناطيسي معترف فيه طبيا بكندا ومعتمد؟ طبعا يعني هلا اذا تروحي تدرسيها اخذتني تاخذ، اوكي لازم تروحي اول شيء تدرسي سايكولوجي، تاخذي البكالوريا، هاي تاخذ 4 سنين. بعد البكالوريا بدك تتخصصي تاخذي الماجستير عشان تصيري هيبنوثيرابيست او سايكوثيرابيست او نوع ثاني، هاي بدها سنتين، وبعدين بدك 6 اشهر تقريبا او لسنه تدريب. تاخذ 6 سنين ونص تصيري هيبنوثيرابيست. وما في يعني it's regulated profession، يعني احنا عندنا الكليه تبعتنا تبعت الكوليدج اوف سايكوثيرابيست والكونسلنج كوليدجز، مو اي واحد بيعملها، لانه احنا بنستعملونا بالمستشفى، بنقدر نروح على المستشفى نعالج، بنقدر بيستعملونا بحوادث، بيستعملونا ب تراما فيترن، فمش اي واحد، لانه احنا ممكن نسوي ازايه، فلازم تكوني متدربه ومتخصصه وعندك تدريب كثير قبل ما تاخذي الرخصه. 6 سنين فطبعا يا طيب التنويم المغناطيسي بيأثر أكثر على العقل الواعي أو اللاواعي؟ هو على الاثنين، بس احنا شو بيصير معنا المصريين لما يجي واحد مثلا عنده مشكله نفسيه؟ اول شيء اول جلسه مثلا نحاول نحكي من العقل الباطني عشان نشوف المشكله من وين جاي. المشكله دائما بتكون بالعقل الباطني. لما نعرف المشكله بنعلم العقل الواعي كيف يتحكم بالعقل الباطني، يعني نشتغل على الاثنين. فاذا انت مثلا عندك خوف، فالخوف بيجي من العقل الباطني، لانه انت من غير اراده بتصير تخافي، فهذا إشي طبيعي انك تخافي. بس احنا بنعلمك شو تسوي لما يصير خوف، شو تعملي، هذا بتحكم بالعقل الواعي. فإتس يعني behavior و feeling التو، بالشغل على الاثنين. فهمتي علي؟ فليه التنويم المغناطيسي احسن من اي نوع سايكوثيرابي؟ لانه احنا السايكوثيرابيست بيشتغلوا بس على العقل الواعي، احنا بنشتغل على العقل الواعي والباطني، ومو اي واحد بيعرف يدخل العقل الباطني. طب شو مميزات انه الواحد يعني لحتى انه يقدر يفوت على العقل الباطن؟ انت بتقدري تعمليها لحالك، بس المشكله تاخذ تدريب. يعني العقل الباطني تيفتح معك نسرين كل راس مالها تاخذ 45 ثانيه، اللي هي تركزك، اللي هي تسكر دماغك وتنفس شوي وركز، اللي هي مديتيشن اللي احنا بنعملها لما تركزي شوي بس. وبعدين بصير تحكي معك العقل الباطني، بصير تحسي بإشي أو بتشوفي صور أو ذكريات بتطلع. بس لما تيجي عندي مثلا أنت بتدخلي زي ما تقولي في موجات بالمخ، أنت بتنزلي بس لهالدرجة، أنا بنزل لحد هون، هاي بدك حدا من برا يتحكم ويساعدك إنك تنزليها لتحت، لأنه الناس ما بتقدرش تنزل لحد هون، الناس تنزل لهون. وإحنا دائما بالتنويم المغربي اللي بتصير معنا دائما لما تكوني بتسوقي مرات وداي دريمينج، هي داي دريمينج هاي يعتبر ترانس، نوع من التنويم المغناطيسي. هذا معناها لما تركزي، او مرات مش مركزه او مش منتبهه، بتطلعي على التلفزيون نتفلكس، ما هو هذا كله تنويم مغناطيسي. لما بتحضري افلام على نتفلكس ومركزه على التلفزيون، هذا التركيز، هذا تنويم مغناطيسي. سؤال ايه رح ناخذ سؤال ورح نستنى منك الاجابه بعد الفاصل. كمعالج كيف فيك تعرفي انه الشخص نام او لا؟ فاصل وبنرجع بناخذ الاجابه بعد الفاصل. You'll always be my nice guy.
crosses starts to end up on the brink. I tried so hard, but all these scars, they cut so deep I bleed. I fell so fast from heaven, it's like someone clipped my wings. Now I'm falling, and I can't see the ground. Can we stop this gravity? It keeps bringing me down. I can't breathe and I don't wanna die. Can we stop this gravity? Cause I don't wanna say goodbye. ورجعنا لكم بعد الفاصل وبانتظار الإجابة إنه كيف أوديس فيكي تعرفي إنه هذا الشخص نام إنه فعلاً تحت التنويم المغناطيسي، تحت تأثير التنويم المغناطيسي. عليك نور، حكيتيها مزبوط. إحنا في أشياء بسويها بشيك يعني، فلما تجين أنت على عيادة مو على تأخذ وقت، تاخذ مرات 10 دقائق تاخذ من الدرجه الاولى للثانيه، لانه في 6 درجات، فبقدرش ادخل مثلا على الدرجه الثانيه او الثالثه الا ما اتاكد انه الدرجه الاولى مغطيه. معلش اوديس، ممكن تعيدي لنا الاجابه؟ حياتي. احنا بنشيك يعني، لما تجيلي على عياده مو على طول بتنزلي فيها للتنويم المغناطيسي، اذا في درجات، في 6 درجات ومرات 12 درجه حسب شو اللي بدي اعالج فيه. طيب ممكن تشرحي لنا هاي الدرجات مثلا؟ يعني مثلا اول شيء لما اعمله انا شو بسوي؟ بطلع على التنفس، انا بلحق التنفس يعني. احنا ما عنديش ماكينه بالمكتب اشوف وين موجات المخ لاي درجه نزل، احنا كله بنلحق المخ بنحط درجات المخ، بس درجات المخ او فرات المخ متعلقه بالتنفس. فانا شو بسوي؟ وانت قاعده بصير احكي معك احكي معك احكي معك، بتغمضي عينك لانه بتتعبي مثلا، بتخلص بدك تركزي اكثر. الناس بيغمضوا عينيهم اكثرهم، بس ما بيغمضوا مش مشكله، انا بلحقش اللي بغمض عيني ولا مش مغمض عيني. تمام. بصير اشيك على النفس، النفس بخف بخف بخف. فانا بلحق النفس، مش انت بتلحقيني، بصير احكي معك كل ما اشوف النفس بخف بخف. بعدين بعمل لك شيك، بقول لك مثلا حاولي افتحي عينيكي، اذا بدك تفتحي عينيكي بتحسي حالك كثير تقيل، عينيك تقال، بقول لك بعدلك للثلاثه افتحي عينيك، بتصيري مش قادره تفتحي عينيك. اذا بدك تفتحي بس بتقولي يعني هلا طرطبه ما بدي افتح عيني، هاي الدرجه ريلاكسينج اكثر، انه وقت يكون الواحد مسكر عينيه يعني بفوت بحاله التنويم. اوكي بالضبط، هي اول شيء بتبلش بالتنفس، بعدين بالعينين، بعدين انا لما اوصل للعينين مثلا هذا اللي بدي جاي عشان يوقف التدخين ولا يشوف ليش عنده خوف او شغله، بس لحد هون وببلش بالعلاج. طبعا. بس اذا انت جاي عشان بدك تولدي مثلا بدك تعملي عمليه، هذا ما بكفي، لانه بتحسي بالوجع، بنزل ل 12 درجه يعني، بصير اوصل لدرجه انه بتبطلي تحسي بجسمك يعني. افرضي انت عند الدكتور الاسنان وبدي اعطيكي ابره وبدي افتح لك بدي اسحب لك سنك، تمام. لازم اوصل لدرجه انه اشيك اعمل هيك ارصك، لما ارصك ما بتحس بشيء، الجسم كله بيكون زي مخدر، لانه يعتبر مخدر. هل بيكون نسبه التخدير يعني مساويه تماما التخدير بالتنويم المغناطيسي لما بتوصلي لمرحله انه عميقه جدا، بتكون نفس مثلا الابيدورال او نفس ابر التخدير يعني؟ يا ابر التخدير اللي هي سيديشن، احنا نوصل نفس الشيء لما تروح على دكتور مش بعطوك هذا شو بيقولوا التخدير بضحك هذا الغاز، ايوه، او بعطوك مثلا الغاز المضحك، الغاز المضحك، ايوه، او المخدر اللوتو، ايوه، هذا نفس الشيء اللي بنعمله، بس تمام. لدرجه انه مش بنعمل لك يعني مثلا نفتح لك قلب جراح قلب، مو لهالدرجه طبعا. بس بتوصل لحد بدال الابيدورال، لانه الابيدورال هي بتخدر العصب اللي بيحكي للعقل انه في وجع، ف
فاحنا ما بنخدر محل العصب، بنخدر المخ نفسه انه ما يحس بالوجع على الاخر. يعني بنعملها للي عنده اي pain management، مش بس البيرثينج، نعملها للي اجره مكسوره، اللي عنده باركنسون، اللي في عنده شعور بالالم، بس انه يعني كشعور بالالم مش يعني ما حتكون مثلا عمليه جراحيه، ولكن وين في احساس بالالم اللي ممكن انه المخ مثلا يعطي اشارات ويحسسك بالالم. بالضبط. في جيت احنا بنسميه pain management gate، الجيت اللي هو زي الباب، بنعلمك انه تفتح الباب وترفعيه، وبنعلمك لحد وين ينزل، للدرجه اولى ولا ثانيه ولا ثالثه، لانه انت بتتحكمي فيه. ما بقولك العلاج بيساعدك انك انت تتحكمي بالعقل الباطني، يعني بعطيكي قوه ما تتخيليش. حلو. طيب سؤال، هل في مثلا من شخص لاخر بيفرق نسبة الألم؟ يعني مثلا في ناس بتتحمل الألم أكثر من ناس تانية، مع أنه ممكن يكون مثلا نفس الحادث أو نفس الوجع، أو مثلا وجع سن على سبيل المثال، أنه ممكن حدا يتحمل أكثر من الثاني مثلا، ولا هو البشر على نفس المستوى، يعني نفس مستوى أو نفس درجة الألم؟ لا، كل واحد بيختلف، لأنه كلها ترانسميترز بالمخ. يعني انا اذا حرقت ايدي ممكن احس بوجع اكثر ما انت حرقت ايدك، لانه كله ترانسميترز. شو الترانسميتر اللي بيحط المخ فيه وجع؟ في ناس ما بيحسوا بوجع، بتعرفي في حالات انه فيش عندهم هذا الترانسميتر اللي بيوصل للمخ يقول لهم في وجع، ونادر جدا منهم، اظن 1%، هدول بيخافوا عليهم، لانه حتى لو صار شيء مرات تقطع ايدهم ما بيحسوا بالوجع. هذا الترانسميتر مشيول، لانه كله ترانسميترز، احنا كلها وايرات، يعني واحد واير شايل ولا واحد واير حساس اكثر من الثاني. كلها وايرز. طيب، هل يمكن للشخص انه ينوم نفسه بنفسه مثلا؟ ما احنا بنعملها، احنا بتصير معنا التنويم المغناطيسي مرتين باليوم. لما اول ما تصحي من النوم، هاي اول ما تصحي تفتح عينيك تكوني لسه عقل، يعني نص قايمة ونص واعية، هذا هو التنوير المغناطيسي، وبتوصل فيها الثانية هاي قبل ما تنامي، بس مرات ما بتتذكري. وإحنا من هي الرم REM اللي هي هاي التنوير المغناطيسي. أوكي. إذا أنت بدك تعمليها طبعاً كل الناس تعملها، ركزي، سكر عينيك وركز 45 دقيقة ثانية بتصير بالتنوير المغناطيسي، بس لأي درجة؟ بس للدرجة الأولى. طيب كيف يعني الإنسان يقدر إنه يسيطر، أو إنه مثلاً شو في يعمل لحتى يقدر انه يوصل لمرحلة التركيز، لحتى انه يفوت في مرحلة التنويم المغناطيسي؟ ما هو انت لما توصل للدرجة الاولى انت مركزة، وانت تعتبري بالتنويم المغناطيسي. طبعا. بس اذا بدك توصل الى مثلا درجة 12 بدك تكوني probably a Buddhist monk، عندك 40 سنة متدربة فيها. لانه احنا شو بيصير، نصير لما يجي واحد عندي بده يتعالج عشان يوقف الوجع، هو ما انا بعمل له اياه، انا بعمل له بعلمه كيف هو يوقف الوجع، لانه تمرين، فبتصير انت لحالك توقف الوجع، فهمت علي؟ فبتاخذ تمرين. بس اذا انت بدك توصل لمرحله مثلا 12 بدك you have to practice practice practice، لانه عاده انت بتسوي كل التمرين المغناطيسي، بصيرش حدا يعمل لك اياه الا انت قابله فيه على فكره. يعني all hypnosis is self hypnosis، احنا بنقول self hypnosis. اذا بتجي لي على العياده ما بدك تسوي تنويم مغناطيسي، ولا يمكن اقدر اسيطر عليك، ولا يمكن اقدر اعمل لك شيء. يعني عشان يقول لك اللي عندهم يكون مستعد، لحتى انه جاهز لحتى بالضبط عشان قلت لك ايوه اللي عندهم بارانويا مثلا، صعب يسوي لهم تنويم مغناطيسي، they're too paranoid. مهما تعملي بتقدريش تتحكمي فيهم، لانه freaking out، فهدول ما بتزبطش معهم. الطفل أوكي. سهل. طيب يعني الطفل سهل. في شغلة انه مثلا نحن كبشر عنا مشاعر مختلفة، تمام؟ المشاعر الانسانية كم نوع من المشاعر الانسانية، واي اقواها، وبيأثر سلبا لحتى انه الانسان يعني يدخل بمرحلة كآبة او امراض نفسية؟ شو انواع هاي المشاعر؟ أكثر شيء إحنا عندنا خمسة اللي هم معروفين، يعني هذول المين وان اللي عندك، اللي هي بدك ترجمي لي إياهم هذول، أنا نسيت بالعربي. الأنجر اللي هي الغضب، الغضب، الفير الخوف،
الخوف، sadness، الثالثة الحزن، الحزن، وبعدين guilt، العقدة الذنب أو الشعور بالذنب، بالذنب، وشو قلنا بالآخر؟ shame، اللي هو الـ 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 الخجل، أو إنه الشعور بالشعور بالخجل، يا بتصحي من حالك. بس أقوى واحد يكون من هدول اللي هي الغضب. الغضب بتدمر الإنسان. إذا عنده الإنسان غضب، مش بس من ناحية شعور إنه قوي، شعور هذا بيأثر كمان على الجسم. يعني الغضب بيرفع لك حرارة الجسم، بيرفع لك الأدرينالين، بيرفع لك ضغط الدم. يعني الغضب بخوف من ناحية مشاعر ومن ناحية شو بيصير معي. الغضب بيقتل الناس. فأكثر أكثر شيء بيأثر على الإنسان الغضب. هذا أصعب شيء إنه تخليه من هاي المشاعر الخمسة اللي هو طيب شعور الغضب ممكن يأثر على مثلا الأعضاء في جسم الإنسان مثلا؟ طبعا طبعا نسرين، لأنه الغضب شو هو؟ الغضب اللي هو إشي طبيعي تحسيه، ما حدش بقدر أقول لك إنك أنت بتوقف في الغضب. I don't think so. There's no way. لما تعصبي هذا إشي طبيعي، كل إنسان بيعصب. بس شو بيصير لما أنت تعصبي؟ ما هو بدك تشوفي شو بيصير بجسمك. لما تعصبي الدم بيطلع، الأدرينالين بيطلع، الهرمونات بتطلع، النيورونز بتطلع، كل الدم بتصير بتطوف زي احنا بنقول، تمام، فالقلب بيضرب اكثر. فلما تضلك معصب بتضلك معصب، بيسوي لك مشاكل بالمخ، بتسوي لك ستروك، بتسوي لك مشاكل كتير يعني قويه على الجسم. تمام. طيب المشاعر الاخرى مثلا مثل باقي المشاعر اللي هي اخف حده على الجسم، مثلا الشعور بالخجل او العار، الحزن، الخوف، الحزن، شو درجاته؟ شو درجاته وشو تاثيره على الجسم؟ ما هو الخوف، انسي الخوف، خلينا نركز مثلا على الغضب او الستريس. احنا بنقول الستريس ما في درجات من الستريس. كلنا عندنا ستريس، كلنا عندنا حزن. يعني احنا الحيوانات والانسان كلنا بنحس. الاحساس مش مثل الاحساس قديش بيتم وقديش بتكرر، احنا هيك بنطلع فيها. اذا انت مثلا دائما معصبه، دائما عندك ستريس، دائما دائما دائما، هاي اتس تو ماتش. يعني منيح الواحد يكون عنده ستريس، عندك مقابله، عندك انزايتي، عندك جوب انترفيو، عندك امتحان، هذا الستريس شيء طبيعي. لما يكون كمان في انواع للستريس، مثلا للضغط النفسي، وشو درجاته مثلا؟ شو درجات الضغط النفسي لما منفوت مثلا بهاي المشاعر رح ينتج نوع من الغضب، او عفوا نوع من الستريس لما بتكون موجوده هذيك، يعني كميه المشاعر داخل الانسان رح يتولد ستريس. شو انواع الستريس؟ هل لها علاقه مثلا بنوع معين من مشاعر مثلا الحزن؟ شو ممكن تعطيكي مثلا نوع معين من الستريس، او شو علاقته؟ كم نوع عنا للستريس؟ الستريس ثلاثة. يعني عندك أول واحد اللي هو الإشي الطبيعي اللي كلنا بنمرق فيه. هذا very normal يعني. الثاني اللي هو الستريس اللي أنت عايشة فيه دائما، اللي هو هذول اللي بقولهم type A personality، أو دائما ستريس، دائما ستريس، دائما 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 دائما. هذول عندهم مشكلة نفسية بحالة إنه بدهم دائما يكونوا أحسن ناس أو أقوى ناس. اللي عنده هاي المشكله مثلا اخذ بالامتحان بي بلس، فمشغوش بيصير ستريس انه بده ايه، بيلعب رياضه، بيلعب مسابقه، بده دائما يربح. هذول الستريس تبعهم شوي صعب، لازم بدهم ثيرابي. وفي عندك الثالث، هذا اصعب شيء، اللي هو بي تي اس دي، اللي هو الضغط النفسي او يا اللي هو هذا اللي بيصير معهم تراما مساكين. هذول الصدمه النفسيه، الصدمه النفسيه هاي مرات بتصير. هذا كلنا مو مستعدين تصير معنا، احنا كلنا عندنا بي تي اس دي، بس وين درجه البي تي اس دي؟ بدرجات متفاوته يعني. متفاوته بالضبط، يعني في ناس عندهم بي تي اس دي وعايشه عادي، وفي ناس عندهم بي تي اس دي لدرجه ما بيطلعوش برا البيت. يعني بضلوا حاسين حالهم بالبيت، هذا بده علاج طبعا. تمام. طيب التراوح مثلا عندك الصدمه النفسيه، هل كل أسبابها إنه مثلاً شخص تعرض لمشاكل معينة أو لصدمات معينة لحتى هيك إنه صارت مثلاً في درجات حتى بالبي تي اس دي، إنه صارت الـ يعني صار ردات الفعل ممكن تكون خفيفة وممكن تكون أقوى شوي، ف
فهل هو حسب يعني شو من وجهة نظرك شو ممكن مثلا تشرحي لنا انه شو الاسباب ليش التفاوت؟ ما هو احنا بنقول بالانجليزي، هل بدك ترجمي لي اياها بالعربي؟ هاي بقول بايو سوشيال، بايو اللي هو بيولوجي وسوسايتي سوشيال. فانت مرات في ناس بنولدوا حساسين زياده عن اللزوم، يعني الطفل بيطلع من اجتماعيين او غير اجتماعيين، مثلا اجتماعي او بيولوجي تبعه. يعني في طفل مثلا بولد اول ما يولد بصير يطلع على الشمس، بصير يغمض عينيه ويصير يعطس لانه حساس شوي. وفي ناس بولدوا بيطلعوا على الشمس ما بيعودوش يعطسوا. فالبيولوجي مرات بتكون جينيريك، بيكون شيء بالعيله نازل من العيله جينيريك اللي بالدي ان اي، ومرات شيء اوكي سوري يا يعني مرات بتكون اشياء بالعيله جينيريك اللي هي بيولوجي. Yes. ومرات بتكون في شيء بتكوني عايشه ماشيه انا هلا وافرضي وقعت علي العماره وصار عندي صدمه نفسيه من الصوت العالي، او كلنا عندنا صدمات نفسيه، كلنا عندنا اشياء بنخاف من شيء او بذكرنا بشيء. ما فيش حل، يعني مش كل انسان نفس الشيء، كلنا عندنا بي تي اس دي، كلنا عندنا شغله بتذكرنا بشيء بخوف او شيء مؤلم، ذاكره، صوت، لون، ريحه. هاي اللي بسموها فلاش باك، انه احيانا اشياء بتذكرك. اوكي يعني فلاش باك، بس لدرجه وين انه الفلاش باك بأثر عليك انه بتحبسي حالك بالبيت وبتطلعيش، ولا انه عادي بتتذكري وتقولي اوكي؟ يعني نسرين افرضي اقول لك يعني السمبل ثينج، افرضي في ناس بعرفهم كل ما تمطر بزعلوا، بيعرفوش ليش المطر بزعلهم. بعدين عملنا تنويم مغناطيسي، اكتشفنا انه يوم قبل شيء 20 سنة كانت البنت مع حبيبها وحبيبها تركها، كان يوم بمطر، كان يوم مطر يوم he dumped her. زي ما تقولي العائل عمل association مطر وحزن، بس هي مو عاكرة لي كل ما تكون الدنيا مطرة بتكون حزينة. تمام، هاي يعتبر PTSD. أيوة بس فهمتي علي؟ وفي ناس بيشوفوا المطر بيحبوه، أنا بشوف الثلج بكره، وفي ناس بشوف الثلج. أيوة. حسب الحالة النفسية للشخص مثلا، حسب ايه بالضبط وقديش بتحمل وقديش تركم عليها يعني كمان. طيب بس على الوعي بقول لك لا، هون بس انا اشرحي لي اياها، العقل الواعي او العقل اللاواعي هو اللي بيتحكم بهاي المشاعر. اللاواعي اللي هو الباطني، مزبوط؟ اها مزبوط. الباطني المشاعر كلها بتيجي من العقل الباطني. شوفي نسرين، يعني بدي افرجيكي راسي مثلا، هلا شايفيني انت هيك؟ هذا العقل الواعي اللي هون تمام، وهذا كله العقل الباطني. فالعقل الباطني 90% من العقل العقل الباطني، والعقل الواعي 10%. يعني انت كل الانسان اللي قدامي اللي بشوفه بكون هو بيحكي، بس هو مو هو اللي بيحكي، العقل الباطني اللي بيحكي. العقل الواعي بتستعمليه بس لما تقولي بدي البس هيك والبس هيك، ولا اعمل شعري هيك ولا اعمل شعري هيك. طبعا. الاشياء الخفيفه، بس العقل الباطني اللي هو ممشيك 100% الاحساس، التنفس، الحزن، الشوك، كله العقل هي الباطني. الاشياء اللي بتكون لا شعوريا، يعني اللي بيغلب عليها اللاشعور. اوكي بالضبط. فالعلاج التنويم المغناطيسي شو بيسوي لك؟ بعالج، بعلمك تفتح العقل الباطني وتطلع المشاعر، بس مش اطلعها واعطيكي حبه اقول لك يلا روحي، لا مش هيك، بعلمك كيف تتحكمي فيه. يعني ولا يمكن اوقف الحزن، الحزن هذا part of your DNA، ولا يمكن اشيل لك الحزن 100%، هذا إشي مش طبيعي، بس بعلمك شو تعملي لما تبلش تحزن، كيف التعامل معه مثلا. ايوه شو تعملي، وتركزي انه هذا من وين جاي وليش، شو سبب الحزن، ولازم تتعلمي كيف تتحكمي فيه. هذا هو العلاج. ما طبعا. في حبة تشيل الـ PTSD، ما في دواء. يعني في أدوية، أنا مش ضد الأدوية، بس الأدوية ما بتعالج، الأدوية زي ما تقولي بتحط فلاشتر على. تمام، السؤال هذا اللي أنت بلشتي تحكي فيه، ولكن إحنا رح نتطرق له بشرح أكثر، اللي هو شو الفرق ما بين التنويم المغناطيسي والعلاج بالأدوية على نفس الحالة النفسية، ونرجع لكم بعد الفاصل.
لكم بعد الفاصل وديس الجواب اللي ناطرينه. هلا شوفي الفرق بين العلاج والادويه. الادويه احكي لك الصراحه يعني انا مش ضد الادويه وضد العلم، بس شو بيصير احنا عارفين انه العقل نفسه بلش ندرسه قبل شيء بس 100 سنه، يعني العلماء عم بدرسوا العقل وكل يوم عم نكتشف فيه شيء جديد. احنا بنعرف تاثير الادويه على الترانسميترز، بنعرف تاثير الادويه على الشخص، مش كل الادويه بتعالج، يعني الدواء بس بنوم الوجع بس ما بيشيل الوجع. يعني اكثر الناس اللي انا عم بعالجهم هلا ببعثوا لي اياها السايكوثيرابيست تبعتهم، مش السايكايتريست. السايكايتريست اللي هو الدكتور الوحيد اللي ممكن يعطيك الرشدة عشان تاخذ دواء. بس شو بيصير؟ تقعدي على الدواء الانتي ديبرسنت، انتي انكزايتي، اللي عندهم بوردر لاين بياخذوا كثير ادويه. الدواء دائما له فعل مش منيح، نيجاتيف، اللي هو بنصح وبخليك نايمه وبيعالجكيش من المشكله النفس الرئيس تبعها، بخليك انه ما تنتبهيش عليها او انه تو اغنور ات، بس ما بيشيلها. It's like putting a band-aid، حرقتي او نزل دم بحطوا لك البلاستر وخلص يلا روحي روحي. بس ما بيعالج نفس الداء، ما بيعالج الجرح. فبيبعتوا لي اياهم بسوي لهم ثيرابي عشان نعالجهم انه يتعاملوا بالمشكلة هاي. بس لحد هلا الدواء ما بيعالج كل الأمراض النفسية، الدواء بس بي ماسك. فهمتي علي؟ تمام. يب. يب. طيب أوديس، رح أسألك هذا السؤال. رح أذكر بعض الأمراض النفسية وشو أيها أفضل، يعني ممكن يستفاد أكثر من مرض آخر. السيكوسز اللي هو الهذيان، الشيزوفرينيا اللي هي الانفصام الشخصية، البي تي اس دي اللي هي الصدمة النفسية، والدي اي دي الاضطراب تعدد الشخصيات. اي مرض ممكن يكون نافع اكثر لإله التنويم المغناطيسي؟ اخر واحدة اللي عند السيكوسز صعب شوي. السيكوسز حسب، يعني اللي عندهم سيكوسز انا تعاملت معهم مرتين ثلاثة بس صعب مرات شوي، يعني بدهم بدي اكون قاعده مع الدكتور لانه حسب قديش وصلت السايكوسيس في درجات منها. بس اللي عندهم انفصال شخصيه، هاي الانفصام بقولولها شخصيات ثانيه متزاوجه، هذول حبايبي انا، هذول تخصصي، هذول اللي بشتغل معهم لانه كله جايين من العقل الباطني. احسن شيء لهم التنويم المغناطيسي، احسن علاج. حلو. طيب سؤال تاني، هل صدف معك انه اجاكي شخص للعلاج بيحكي لك انه انا مسكون او انا في شيء جواتي او في انه حدا ساكنني، وانت شو ردة فعلك كان؟ انا عادي كل يوم بشوفهم. ما هو شوفي، مثل لما يجي الانسان اللي قدامي انا ما بيهمني هو شو بيامن. انا بالناحيتي الي كمعالجة، المعالج المفروض ما يخاف وما الدزم ماتر شو هم حاسين. إذا هو مؤمن إنه هو في روح ساكنه خلاص، لأنه هذا العقل الباطني بيقول لي في روح ساكنه، مش مشكلة بعالجك. بس أنا مين بدي أعالج؟ الروح، مش العقل الواعي، العقل الباطني. تمام. تأخذ مرات أكثر من جلسة عشان أطلع هاي الشخصية اللي جواك عشان تحكي معي، لانه لما تكوني انت قاعده تحكي معي تحكي معي ومآمن انه في روح ملبسك مثلا. افرضي انت نسرين والروح اوديس، كيف فيكي مثلا وقت يجيكي هذا الشخص وهو مآمن انه هو مسكون، كيف فيك توصلي لمرحله انه انت سيطرتي على هاي الروح اللي جواته وتخلي انه يصير في زي سلام ما بينه وما بين هاي الروح اللي جوا؟ اوكي طبعا. هاي شوفي، يعني اعطيكي مثلا انت افرضي انت جاي فيلي وعندك انت اسمك نسرين والروح اللي جواكي بدك تسميه، سميه اشي. سعاد. سعاد اوكي. انت جاي في اول جلسه تحكي طبعا معي، بتقولي لي انا حاسه انه في مرات كثير بيجوا على فكره نسرين بيعرفوش انه في حتى جواتهم تقسم الشخصيه، هاي بتطلع بالتنويم المغناطيسي بتصير كثير. المهم طبعا. اول جلسه انا بحكي معك انت سعاد، بتكون واقفه هيك ورا وبتراقب فينا وفيكي، فانا مش عارفه عم بحكي مع نسرين ولا بحكي مع سعاد.
اول شخصي ما بتتكلمين عم تحكي معه لانه شعره بتقول لك شو تحكي بتحاول توصلي. اوكي فاول شخصي بعلمك احكي لي مع سعاد، بحاول اطلع سعاد تحكي معي ما تطلعش. ثاني جلسة بدي احاول اقرب على سعاد مش على نسرين، فهمتي علي؟ تمام. فعشان سعاد تحكي معي لازم هي سعاد تشوسني. لازم هاي فبصير احكي مع سعاد واحاول اقنع سعاد تحكي معي، انا بديش نسرين انا بدي سعاد. بس سعاد مين؟ هو العقل الباطن. يعني برات ما بي يعني انه الشخص وقت مثلا يجي وانه لا انا بدي احكي مثلا مع فلان، هل هو بيخبرك انه انا عندي مثلا فلان او الروح اللي جواتي اسمه فلان او كذا او ممكن يكون مثلا اكثر من شخص موجود داخل هذا البني ادم؟ بكثير اكثر من شخص، بس الشخص ما بيطلع الا ما يصير في شيء انا بعملها او كلمه بحكيها بطلع الشخص. اكثر الناس اللي عندهم multiple personality هي كانوا يسموها split personality، هلا بطل split صار اكثر من شخصيه. فهي ما بتطلع الا بالكلمه المضبوطه اللي بحكيها او اعمل شغله اطلع سعاد. بلكن سعاد من النوع اللي معصبه وشيز فيري انجري، فانا عشان اطلعها لازم اعمل نسرين ابسد اغضبك اخليكي تزعلي عشان اطلع سعاد، لانه لما تطلع سعاد نسرين ولا انها دخل ولا بتعرف شو اللي صار. بتكون يعني لهالدرجه الانسان بيكون لهالدرجه الانسان بيكون فعلا انه ما بيشعر بهذا الشخص يلي طلع من جواته. بالضبط، ما هو واحد بس بيطلع. اوكي واحد بس، فلما يطلع الشخصيه الثانيه اللي فيكي الشخصيه اللي ما بتعرفش شيء، يعني لما ترجع القصه لنسرين بتقول لي انا ما بعرفش شيء ولا عارف مين هذا ومين هو، بيكون يعني يعني بيصير الشخص الاصلي اللي هو الجسم صاحب الجسم بيكون بحاله مغيب لانه الشخص اللي جواته طلع بشخصيه ثانيه. اما هل مثلا هاي الشخصيات بتطلع على حسب مثلا الايموشنز او الشعور او المشاعر المختلفه، مثلا بغضب او بحزن او بشعور بعار، او مثلا هاي المشاعر لحتى تطلع وتقلب من شخص لشخص بتعدد الشخصيات، هل هو بس لازم يعني تريجر او انه مثلا الشيء يستفز هاي الشخصيه الاساسيه لحتى انه تطلع كل هاي الشخصيات؟ بالضبط حكيتيها بالضبط، لازم استفزها لانه نسين الناس احنا كلنا عندنا multiple personalities، كلنا عندنا احنا بنقول كل واحد له وجهين ثلاث، عارفه علي؟ بنمثل قدام الناس. اي صحيح، بس اللي عندهم multiple personality مرات شو بصير مساكين، يعني انا بحزن عليهم بكون مثلا انت كطفله، بل نحكي عنك انت، انت كطفله كان عمرك 3 سنين ابوك يضربك يحطك جوا الخزانه يضرب فيكي وانت لساتك بتمصي اصبع ايديك وخايفه، فانت بتصيري تتخيلي انه في اب قدامك واحد جاي يحميكي، بتصيري تتخيلي انه في شخص ثاني عم بيحميكي انت او ام، والام اللي قدامك اللي هي سعاد صارت امك. بس بتكبر وبتكبر وبتكبر بالاخر سعاد بتطلع بس لما انا بدي اجي اهدد نسرين او اخوف نسرين، فهمتي علي؟ يعني سعاد ما بتطلع شخصيه تبعتها الا لما نسرين بتبلش تخاف. وصدقيني يا نسرين لما شفتها هاي الحاله اول مره استعملتها، البنت اللي كانت قدامي على 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 المكتب مره عمرها 40 سنه، لما طلعت كان فيها طفله جواها، لما طلعت الطفله تغير صوتها وصارت تمص باصبعها وصارت تمسك بالمخده وتعمل هيك، لانه عرفت انه هاي كانت ابوها يعتدي عليها وهي صغيره. واو. فطل الطفل جواه، بس انا حكيت الكلمه المضبوطه طلعت الطفل، حتى الدكتور النفساني اللي قاعد هو استغرب انه كيف طلعت الهاي، لانه بالتنويم المغناطيسي كله بيطلع، انت بتقدريش تتحكم فيهم بيطلعوا، بس الشطاره لما يطلع بخاويه بعرفش يقولوا لها، يعني بحاول اقنعه. ايوه بحاول اقنع الروح او النفس او الشخصيه اللي قدامي انه يصير منيح مع نسرين، وبعلم نسرين كيف تتعامل معه وتتقبله مش تمحيه، لانه خلص
ممكن يعطيك الدكتور دواء، بس الدواء ما حيشيل سعاد من نفسك، الدواء راح يسكت سعاد، بس سعاد طول عمرها راح تضلها جواك. طيب كيف مثلا لحتى انه توصل لمرحله انه سواء في شخصيه او عده شخصيات لحتى انه تتالف مع بعضها، او انه يصير صوت واحد بدال ما انه الشخص يكون يسمع عده اصوات ب ب ب بمواقف مختلفه، او مثلا بنفس الموقف تكون كانه في حرب جواته، هذا هاي الاصوات المتعدده اللي الناس بتسمعها مثلا. ما احنا بنعلمك اللي تتقبلي، يعني انا ناحيتي بقول للانسان لازم تتقبل، مش كل انسان بحب لك شيء، بس الطبيعه بتقول لك لا، يا اما تاخذ ادويه طول عمرك وتضلك قاعد بتتخن، يا اما تطلع الارواح هاي ولا الاصوات ولا الشخصيات واحكي معهم واحد واحد وحلهم وتعامل معهم، لانه اذا ما تعاملت معهم ما تحكم فيهم راح يخربوك، راح هم يتحكموا فيك بالاخر، هم راح يسيطروا عليك. تتذكر النسرين هذا 90% راح ياخذ قوه فوقك، ما هو يا اما بتاخذي ادويه طول عمرك والادويه ما راح تعالجك، الادويه بس خليكي بالنوم ذا بروبلم، انه بس لحتى انه تنيم المشكل بس لوقت محدود بالضبط، او تضلك طول عمرك عليه، يا اما بنعلمك انه فيس اذا عندك انت شخصيه ثانيه او بتسمع اشياء سايكوسس، اللي بيسمعوا اشياء في سايكوكس بيسمعوا، في سايكوكس بيشوفوا، اللي هو الهذيان، الهذيان في وسكسوفينيا نفس الشيء، حتى لحد هلا سكسوفينيا لهش علاج. التنويم المغناطيسي very successful لانه بيعلمك، بس لازم تكوني انت راضيه. بتعرفي بتفيديني نسرين، يعني اذا انت ما بدك انت ممكن ينفع، مش هينفع، بس انا هو بدي اعرف مين اللي ما بده، سعاد ولا نسرين؟ انا لازم اقنع سعاد. اوكي فهمتي علي؟ تمام. فسعاد مرات بتطلع لنا بالجلسه الرابعه والخامسه، اتس سو ماتش فن. طيب هلا ممكن الشخصيه الثانيه هي اللي ترفض العلاج ولا الشخصيه الاصليه؟ اذا الشخصيه الاصليه راضيه انا بدي اتاكد انه الشخصيه الثانيه اللي هي مسيطره على الشخصيه الاولى راضيه، لانه الشطاره انها تتحكم بسعاد، الشخصيه الثانيه بخليها مش سعاد تتحكم بالشخصيه الثانيه بالضبط. فاول ما تيجي لي اول جلسه انا مش عارفه مع مين بحكي، مع سعاد ولا نسرين، او يمكن نسرين بتحكي بس سعاد بتقولها لنسرين شو بتحكي، انا بدي اطلع سعاد، وسعاد ما راح تطلع اللي ما هي تقدر تامن فيه، يعني تامن او تشعر بشعور بالامان لحتى انه تقدر تطلع، تطلع. واذا طلعت والمعالج بخاف ما هي كمان الشطاره على المعالج، المعالج اذا مصدق 100% انه هذا روح وشيطان وراح يسيطر عليه اكلنا هوا، المعالج لازم يتحكم، لانه اذا سعاد طلعت وصارت تعمل اطفال وتعمل لك اشياء وانت خفتي المعالج نفسه راح فيها، المعالج لازم يكون واثق من حاله، قاعد وعارف، وانا لازم احكي لسعاد اقعدي، يعني اصرخ على سعاد واتحكم فيها وانا اخذ فوق، لانه اذا هي ما خافتش مني، اذا سعاد ما خافت مني بتكون رح تسيطر على الموقف بالضبط. بس انت كمعالجه لازم تكوني انه عارفه اللي قدامك هذا بس بده علاج نفسي، لا انا نفسي ما بامن بالارواح وال هذا كله. أوكي. بس إذا المعالج بيقابل لك شيء المهم إنه يوصل، يعني في حالة إنه سواء شو ما كانت الفكرة إنه روح أو كذا، من ناحية طبية مثلاً بنظروله على إنه تعدد الشخصيات، من ناحية روحانية إنه في روح مسيطرة على هذا الجسد، ف whatever it is، يعني أيا كان، طالما إنه رح نوصل لحل ما بين الشخصيتين، أو إنه يكونوا هدول الشخصيتين في تناغم وسلام، ما إنه شخصية تسيطر على الثانية، أو إنه تخلي شخصية تتصرف تصرفات أخرى. بالضبط، يعني نسي حكيتيها 100%. لحد هلا كل الدكاترة بالعالم بيعرفوش شو سبب انفصام الشخصية، ما حد بيعرف من وين بيجي هذا الانفصام، من وين بيجي السايكوتز، من وين بيجي السكسوفرينيا، يعني ما له أي تأثير وراثي، إنه مثلا هذا السبب من ما بيكون سببه وراثي مثلا، أو إنه ما يعني لم يتم الجزم بإنه هاي الأمراض وراثية،
او انه هاي الامراض لاسباب انه مثلا الشخص مرق بحرب او بحادث معين او باي لا لا. باي مشكله حياتيه. لا فهمتيني غلط. لا احنا عارفين انه ممكن يتعرض مع الوراثه وعارفين انه هذا, بس مش عارفين شو سببه ومن وين بيجي من اول. أوكي. يعني احنا عارفين اذا انا عندي سكيزوفرينيا وعندي سايكوسس موست لايكلي اولادي راح يكون عندهم سكيزوفرينيا وسايكوسس, بس السكيزوفرينيا نفسها من وين طلعت, شو يعني من وين ربها طلع. تمام اوكي, احنا عارفين اي موجات العقل بتاثر واي الوايرز بالعقل بتاثر, عارفين وين موجوده بالعقل وين الشبكه اللي بتضرب, وعارفين انه مثلا في عندك سايكوسس وعندك سكيزوفرينيا. لحد هلا فيش علاج بالادويه يشيلها, ولحد هلا ما فيش علاج يعرفوا او يشوفوا شو, لانه اللي عندهم سكيزوفرينيا كثير قليل جدا ما بيروحوا على المستشفى عشان نعمل عليهم بحث. فأحسن حل هلا يا اما تروح على دكتور يعطيكي سايكوسس ميديكيشن, بس لحد هلا هذا از جن نوميت, او كم تو ا سايكوثيرابيست اللي متخصص بهيك شيء عشان تساعدك انك تتحكمي فيه, لانه صعب على الانسان يعني, خاصه اللي عنده يعني. هذيك المره اجت لي وحده عندها سايكوسس, بتشوف اموات بتشوف ارواح. قلت لها اوكي, انا لا استغربت ولا شيء يعني, حكت لي اوديس انا بشوف ميتين. قلت لها اوكي كملي. فطلعت قلت لي شو اكمل, قلت لها يا كملي شو بعدين يا يعني, انه ما كنت خايفه ولا كنت هاي. فقلت لها اول سؤال بساله دائما يا نسرين, هذا شو مضايقك يعني, هدول الارواح اللي بتحكي معها وبتشوفيها عم بتقول لي تروحي اقتلي حالك ولا اقتلي ناس؟ بتقول لي لا. قلت لها طب شو المشكله؟ تمام. طلعت فيه قلت لها طب شو المشكله يعني, لا هي مضايقتك ولا قالت انك روحي اقتلي حد ولا اقتلي نفسك. احكي معهم استفيدي يعني, علمتها تتقبل الموضوع. بعدين بعثت لي كل اولادها, قالت لي كل الاولاد عندهم نفس المشكله. هلا هي مآمنه انه في ارواح gifted. أوكي. بس هي مآمنة إنه هي she is gifted وولادها كلهم gifted. أنا بهمنيش she's, أنا I know it's schizophrenia بس ما حقولها هيك. I'm not gonna say that to her لأنه الليبل حرام. يعني إنك تيجي تحكي إنه هذا مرض نفسي كتير كبير, بينما إنه بالنهاية إنه يفضل إنه إذا لقينا العلاج بيكون كتير منيح بغض النظر شو إيمانيات الشخص عن هاي الحالة. رح نطلع فاصل ومنرجع لكم. بعد الفاصل أوديس رح أسألك هذا السؤال. إدمان فضل. إدمان الكحول والمخدرات وعلاقتها بالسوائل الكيميائية وهرمونات المخ وأي نوع من الإدمان يسهل علاجه بالتنويم المغناطيسي؟ أوكي.
That's a lot of questions. خلينا نبلش بال اوكي اول سؤال خلينا واحد واحد زي ما نقول اللي هو الادمان. تمام. الادمان في انواع، في عندك الادمان تبع المخدرات، في ادمان للايموشن، في ادمان لل كلنا عندنا ادمان يعني اللي بياكلوا سكر، اللي بياكلوا لحم، اللي الادمان موجود عندنا. بس الاوسط او اصعب ادمان اللي هو طبعا المخدرات، المخدرات اللي هو الهيروين والدرنكس والكوكايين هذول والاوبيودز اللي هم بياخذوا الحبوب هذول بتاع الوجع. طيب والالكوهول الاوبيود والكحول؟ الالكوهول هذا لحاله، هذا خليه لحاله لانه طيب هذول الادويه الادمان تبعهم بياثر بس على العقل، يعني اكثر شيء تاثيره على العقل 90% على العقل و10% على الجسم. فلما طبعا تروحي انت مثلا على محل يشيل لك الادمان هذا تاخذك تقريبا 10 ايام ل 15 يوم تيطلع من جسمك، يطلع كل الادمان من جسمك، بصير الواحد بصير يشوى بهرمونات بتضرب. الا الكحول، لما يجي لي واحد بده يوقف الادمان على الكحول ممنوع ممنوع اعمل له علاج من غير ما الدكتور تبعه يكون مراقبه، لانه الكحول غير بس العقل، تدخل على الكليه، بتدخل على القلب، تدخل على الكبد. فاللي عنده الكحوليزم ممنوع يوقف مره واحده، اذا عمل مره واحده بيموت فيها. لازم تدريجي لانه ضرب هلا الكلى وبصير عنده القلب، يعني بقولوا 1% ممكن يصير معهم انه تضرب القلب. فالعلاج المضبوط للادمان انا نفسيا بسويهاش لاي حد من غير ما يكون الدكتور بعت لي اياه، لانه بتشوفيش الحالات اللي بشوفها بكون قاعد معي بصير يشوب وبقدروش يناموا وبصير عندهم باكلاش، الله رد باكلاش. اما الكحول اتس كومبليتلي ديفرنت. وانت عارفه تتذكري السين لما دخلنا باللوك داون، اول ما دخلنا باللوك داون بكورونا، تتذكري الناس قالوا يضحكوا يقولوا ليش خلوا السي بي او فاتح، ليش خلوا الليكر ستورز فاتحين؟ صحيح، لانه الميديكال كوميونتي حكت قالت لهم اذا وقفتوا السي بي او راح تتحمل المستشفى اكثر من هذول اللي عندهم الكحوليزم اكثر من اللي عندهم كورونا فايروس. ايوه الإسعاف رح تتحمل فيهم، لأنه بتقدريش توقفي واحد عنده إدمان بالكحول مرة واحدة، لازم تدرج لأنه بتضرب عنده بتضرب القلب. اللي عنده هيروين وأوبيود بتضربش القلب، بتضرب الهرمونات، القلب تضرب والكدني بيصير عندهم كدني فيلير، بيصير عندهم مشاكل فيزيولوجي كارثة مساكين. I have to go slow. ولازم الدكتور كل يوم يشيك الضغط، كل يوم يشيك الدم، كل يوم يشيك الكبد، كل يوم يعمل لك CT scan فيتأكد. تمام. طيب رح أسألك سؤال تاني، هل هناك هرمون مسؤول عن زيادة الثقة والترابط للناس اللي بتعاني من الكآبة؟ احنا كلنا هرمونات. أوكي. يعني هلا خليني أفهمك الفرق بين هرمون والترانسميتر، لأنه فينا الكيمياء تبعت المخ in a simple way. هلأ إحنا في أشياء بتصير بقولوا لها neurotransmitters، نيورون يعني neurons والترانسميترز لأنه بتطلع من واحد لواحد بتوصل، فهمت علي؟ ففي billions and billions and billions بالمخ، بس إحنا نعرف النيوروترانسميتر اللي هو الدوبامين، الدوبامين اللي هو تبع البساطة الريورد. Yes. It's a pleasure or reward. لما المتعة. جعت. عفوا. المتعة. أيوة. وهي لكم إذا بتجوعي تاكلي، لما تاكلي بتشبعي، هذا هو الدوبامين طلع. لما بدك شيء السكر، لما تاكلي شوكولاتة اللي بدخنه، هذا كله دوبامين. الدوبامين short term. ربع ساعة يمكن ساعة يمكن مرات ساعتين. That's it. حسب تعرفي لما تاكلي بتكوني حاسة حالك so full، هذا الدوبامين. صحيح. هذا هو. هلا في اشياء اذا بتضلها تتكرر 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 بتصير الدوبامين بضرب الغدد، الغدد اللي هي مسؤوله على الهرمونات. فانا اذا بضلني اكل سكر بصير اضلني بدي سكر، لما بوقف السكر بصير بدي سكر. هدول الناس اللي عندهم شوجر ادكشن بتصيري خلص بدي سكر، لانه هلا الدوبامين بطل دوبامين، صار تكرر اكثر، هلا ضرب السيروتونين هذا الهرمون اللونج تيرم، هذا الهرمون بيطلع بعد الدوبامين ما يصير يعني متكرر
بتصير دائما دائما دائما. فهذا اللي بيصير مع اللي بيعملوا دراجز مثلا، بتدخني الدخان، انا بدخن، اللي بيسووا كوكايين مره واحده مرتين ثلاثه اربعه، بعدين بيصير بدهم كوكايين، بيصير يشرب وبيصير بدهم اياه، لانه هذا السيروتون انضرب معه. السيروتون هذا يعني it's a good هرمون، هذا اللي بتسوي فيه المحبه، هذا اللي موجود فيه السعاده. You can do it, you can increase your serotonin. مش ضروري تاكلي، انا ما بحكيش من ناحيه ادكشن. السيروتونين is a happy هرمون، هذا تطلع تمشي، تلعب رياضه، تطلع بالشمس، الشمس الفيتامين دي هاي بتساعدك. السيروتونين is important لانه هذا هرمون. تمام. ال depression بيكون السيروتونين واطي عنده، والاكسيتونين بيكون واطي عنده. الاكسيتونين اللي هو الهرمون تبع البوند، تبع المحبه، تبع الثقه، ترابط. هذا كمان مش نيورو ترانسميتر، هذا هرمون. معناها اذا انا عندي مشكله اثق بالعالم، كل ما اشوف حد بثقش فيه بثقش فيه بثقش فيه، لانه هذا عندي انا الاكسيتوني واطي، لاني يمكن صار معي كثير انغدرت، يعني ضلي حدا بيغدرني 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 بيغدرني، بصير عندي انا الثقه عندي واطي جدا، يعني انا اثق فيك 100% بطلع عندي الاكسيتوني. أوكي. ليش بقول الناس مرات تاخذ وقت لتربط الثقه بين الناس او البوند بين الناس؟ لانه صح. التجارب مزبوط بسهوله، فهذا صح. الفرق بين النورو ترانسميتر والهرمونات. حلو. طيب سوري قطعتك، رح اسال سؤال ثاني اللي هو هل بالتنويم المغناطيسي فينا نتخلى عن عادات سيئه نحن بنمارسها؟ طبعا التنويم المغناطيسي بيساعد كثير ب التدخين وب الاشياء اللي بنسويها دائما مكرره، لانه بتنسيش احنا بنعملها اوتوماتيكلي، ما هي بتيجي من على الباطني، بتصير اوتوماتيك 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 اوتوماتيك، ما العقل الباطني مش شغال على الاوتوماتيك، ما هي عادات بتضلها شغاله. فاحنا شو بنسوي بالتنويم المغناطيسي؟ بدي اعرف شو السر تبعها، من وين جاي هاي الذره زي ما تقولي، الاساس تبعها هذا الشعور تبع السكر مثلا. تمام. فبنحاول نطلع المشكله بالعقل الباطني، بس مو مره واحده خلص تيجي عندي وبعلمك بتروحي، لازم انت تنتبهي على حالك. بعلمك انه مثلا لما تشوفي السكر تتذكري انه هذا كله جاي من جواكي، وتتذكري انه السكر مضر، وتتذكري انه انت اللي عم ترد بدك السكر، وهذا كله تخيلات. يعني هذا التنويم المغناطيسي بيعملك بذكرك انك تتحكمي بالاراده تبعتك، وبعدين انت وشطارتك هاي تيجي عليك، رح تاخدي السكر ولا تمشي وتبعدي، تيجي تمام. الاراده الك. انت علي؟ طيب سؤالي مثلا تفضلي. سوري، يعني اللي بيجي بدي واقف التدخين، التدخين نفس الشيء، لما تيجي عندي بحاول أن أعرف شو مشكلة التدخين، من وين بلشت. بعدين بصير بعمل لك التنويم المغناطيسي إنه كل ما تشوفي سيجارة تصيري تكرهيها، كل ما تشوفي سيجارة تصيري تبعدي عنه، تصيري تكرهي ريحة السيجارة، تكرهي هذا وتكرهي هذا. بتروحي على البيت ثاني يوم بتشوفي السيجارة، هذا اللي حطيته بمخك بالعقل الباطني راح يذكرك، وإنك بتصيري تشربيش السيجارة وتسكيها المقرفة. أنت ممكن تاخذي السيجارة وتدخنيها، يعني ضيش عملتي وتدخنيها وتقولي وتدخنيها يمكن مرة كثير مرتين، بس بعدين بصير تكره الريحة، لأن المخ الباطني بصير زي نق عليك، عرفتي عليك كيف النق بصير ينق. بس بتطور الشغلة، هو أحسن شيء أول مرة لما ترجع على البيت بعد ما عمل لك التنويم المغناطيسي، إنه لما تشوف السيجارة تبعدي عن السيجارة، تاخذ قوة منك إنه تبعدي وما تمسكيهاش، لأنه بدنا نعلم العقل الباطني إنه ينسى العادة، هي كله عادات، انه يشيل العاده. صحيح. من بدل ما تدخني تطلعي تركضي مثلا، ما انا بسالك شو بدك بدل ما تدخني، لازم نعلم العقل الباطني شيء بديل، بديل لازم نعمل بديل، لانه العقل الباطني ما راح يرضى. ففي ناس بقول لك انا بدل ما ادخن سيجاره بدي اطلع امشي، فالعقل الباطني يعني غيرت عاده بعاده اخرى، بحيث انه لما المخ يطلب مثلا او انه يتعود على عاده معينه، فانت بتدور له شغله ثانيه لحتى انه تعوض، بحيث انه ما يعود انك تحس انه انت بدك اياها، لانه يعني شعور الادمان. اعمل لك شغله بتفين هلا عشان اللي قاعدين قدامي، بدك تعرفي قوه التنويم المغناطيسي. Are you ready؟ افرجيك قوه
العقل الباطن والعقل الواعي. تمام، هذا مش امتحان. اعطيني الاي بي سيز، قولي الاي بي سي ديز، قولي لي اياهم. اوكي، اي بي سي دي. كملي كملي. اوكي، اي اف جي اتش كي. اوكي ام لابس. طيب طب عندي لي واحد للعشرة، عندي لي واحد للعشرة بسرعة. طيب سريع ماشي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام، عدي 1 ل 10 بس اتركي الرقم الرابع. اوكي، 1 2 3 5 6 7 8 9 10. انا عليكي نور. طيب اول حد لما قلت لك عدي او احكي لي الاي بي سي، لاحظتي كيف بسرعه طلعت؟ بسرعه طلعت. تمام، هذا الاقرع الباطني، هاي موجوده بالعقل الباطن، صارت عاده عندك. لما اقول لك مثلا عدي واتركي الرقم الرابع، او احكي لي الاي بي سي واتركي الحرف الخامس، بتركزي لانه هذا العقل الواعي اللي شغال. فاحنا أيوة. لما بدي اغير لك عاده، بدي اغير لك something، ما بديش اغيرها بالعقل الواعي، بدي اغيرها بالعقل الباطن تصير اوتوماتيك زي الاي بي سي، تصير اي بي سي دي اي ام جي اتش ان جي كي ال ام ان او بي، هيك بدي اياها تصير بسرعه. بس هاي بتاخذ مكارث. بدك تتذكري لما تعلمنا احنا وصغار بالمدرسه الاي بي سي، علمونا اياها اول مره ما كناش حافظينها، كنا نحاول نضلهم يعدوا يريدوا يريدوا يريدوا، عرفتي علي؟ صارت اوتوماتيك. وهذا هو التنويم المغناطيسي، انه احنا نعلمك يصير اوتوماتيك. العقل الباطني بيشتغل على التكرر. تمام، فهمت علي؟ ماشي، رح نيجي لاخر فقره، اخر سؤال بحلقتنا اليوم، اللي هي شو أكثر فئة عمرية هي اللي تأثرت بجائحة كورونا؟ بدك هلا الجواب ولا في استراحة؟ لا أعطيني الجواب. لا. أعطيني الجواب. الكل ضرب صراحة، نسيت الكل ضرب، يعني مش حكي فيش. بس طبعاً الناس اللي بلاحظ أنا اللي عندهم more stress، اللي عندهم أولاد، لانه هلا قاعدين بالبيت الاب والام، والاولاد كمان مش رايحين على المدرسه وقاعدين بالبيت، فالكل ستريس، الكل ستريس، لانه الام والاب مش متعودين اولادهم ضلهم قاعدين بالبيت. احنا متعودين ان الاولاد يطلعوا يلعبوا ويطلعوا يروحوا على المدرسه. فتخيل انت عندك شغلك، هلا انت لا بتروحي على الشغل وقاعده بالبيت بتشتغلي من البيت، واولادك قاعدين برا بدرسوا وكمان صريخ قايم بيناتكم، وجوزك قاعد وبيصرخ وحالته حاله، فالعيلة كلها عليهم ضغط وانت قاعدة بالبيت، وبعدين بيجونك ولادك غير شغلك، بدك شغل البيت وشغل أكلهم وشغل مدارسهم. يعني أنا شايفة أكثر الكابلز اللي عندهم أولاد أكثرهم بصدقوا لما فتحت المدارس، كلهم شفت المدرسة باص المدرسة كلهم يلا روحوا روحوا روحوا. بس مو معناها إنه بفهم، يعني أنا كمان بالبيت بشغل نسرين، يعني بشغل البيت، زهقت ربي بيني وبينك. يعني حلو واحد يطلع على المدرسه ادرس او يطلع على المكتب، بس هلا انا بالمكتب بس بطلع على العيال يوم السبت، الباقي بعمله على الكمبيوتر. فصرت لما اطلع على المكتب يوم السبت ابسط، واللي بيجوني كثير بيجوني سنجل بيبل، ونفس الشيء حالتهم بيقولوا لي ستريس. يعني الكل حتى نسرين، حتى البسس اللي عندي ستريس. كل ستريس. هاي الفتره صعبه على الكل. اوديس، بنهايه الحلقه رح نتشكرك، ورح نتشكر كل اللي تابعونا، و منتظروني بالأسبوع المقبل مع ضيف جديد من خلال الشبكة العربية الكندية. معكم أنا نسرين ثابت من تورونتو.